حد بيسأل أسئلة بيقول ما معنى كلمة اللاهوت والناسوت؟ اللاهوت يعني إلهية الله، والناسوت يعني طبيعته الجسدانية. كلمة كاتدرائية، كاتدرائية يعني مكان الكرسي الأسقفي أو البطريرك أو البابوي، من كاتيدرا. ولذلك لا تطلق كلمة كاتدرائية على كل كنيسة كبيرة. اعتاد الناس كل كنيسة كبيرة يقول لي كاتدرائية. لا، كاتدرائية تطلق على مقر الرئاسة الكنسية. أبروشية يعني مكان خدمة الأسقف.